السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي ومتابعات قناة مشوار العمر. في هذا الفيديو سوف نعرض لكم بعض الفنانين والفنانات الذين وصلوا إلى سن 98 سنة وما زالوا على قيد الحياة، ومنهم من توفاه الله. وطبعا العمر مجرد رقم، والشيخوخة تعني عدم قبول فكرة إن الرقم يحدد كل شيء من حالتك الصحية إلى جاذبيتك وقيمتك. فنانة نجاة الصغيرة تبلغ من العمر 85 عام، وهي مواليد 1938. الفنان نعيم عيسى يبلغ من العمر 86 عام، وهو مواليد 1937. الفنانة كريمان تبلغ من العمر 87 عام، وهي مواليد 1936. الفنانة لبنى عبد العزيز مواليد 1935 وتبلغ من العمر 88 عام. الفنان رشوان توفيق يبلغ من العمر 90 عام، وهو من مواليد 1933. الفنانة كيتي تبلغ من العمر 96 عام، وهي مواليد 1927. الفنانة سميحة أيوب تبلغ من العمر 91 عام، وهي مواليد 1932. الفنانة سلوى محمود تبلغ من العمر 94 عام، وهي مواليد 1929. الفنانة عفاف شعيب تبلغ من العمر 75 عام، وهي مواليد 1948. الفنان حسن يوسف يبلغ من العمر 89 عام، وهو مواليد 1944. الفنانة اعتدال شاهين تبلغ من العمر 93 عام، وهي مواليد 1930. الفنانة نيلي تبلغ من العمر 74 عام، وهي مواليد 1949. الفنانة بوسي تبلغ من العمر 70 عام، وهي مواليد 1953. الفنان أشرف عبد الغفور يبلغ من العمر 81 عام، وهو مواليد 1942. الفنانة صفاء أبو السعود تبلغ من العمر 73 عام، وهي مواليد 1950. الفنانة إيمان تبلغ من العمر 78 عام، وهي مواليد 1945. الفنانة كوثر شفيق وهي مواليد 1930 وتبلغ من العمر 93 سنة. الفنانة سميرة أحمد تبلغ من العمر 85 عام، وهي مواليد 1938. نشكركم على حسن المتابعة، استنوني في فيديو جديد على قناة مشوار العمر. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زرار الجرس علشان كل الجديد يوصل لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.